أداء رائع، أداء رائع بصراحة لمنتخب تونس، وحاجة تفرح من أول دقيقة. حتى في ضربات الترجيح أيمن دحمان تألق الحارس، ولكن للأسف الجزيري كان المفروض يشوطها أقوى من كده، وكانت هتخلي تونس تلعب في النهائي معانا. لكن بصراحة أداء مميز، كان اختبار قوي جدا، كان واضحة المباراة من أول دقيقة، اختبار قوي جدا للمدرب وللعيبة، كله نجح في الاختبار، وحاجة تفرح بجد يعني. لكن ضربات الترجيح هما أهم حاجة. تونس بصراحة ما تغلبش، وعمل خطة محترمة المدرب، وكمان الأداء اللعيبة، تأدية اللعيبة للخطة كانت رائعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم عليكم. المدرب منتصر الوحيشي برافو عليه، قفل قلب الملعب في الدفاع وقلب الملعب في الوسط، برغم ان عندهم ثلاثي وسط من احسن ثلاثي وسط في العالم، مودريتش وبروزوفيتش وكافاسيتش، يعني ثلاثة عاليين قوي بيلعبوا في اعلى الاندية. بالمناسبة دي، في بعض من الجماهير اولاد صغيرين، كل ما مودريتش يمسك كورة هي يهيصوا. هو هنا مش بي ما بيشجعوش تونس ولا لا، هم احنا عندنا في الوطن العربي عامة يعني عندنا مرض اسمه برشلونة وريال مدريد. تلاقي الولد عمره ما راح الجيزة حتى، يعني احنا القاهرة، تلاقي الولد مثلا عمره ما سافر اسكندرية في حياته مثلا، يقول لك انا بشجع مدريد، ريال مدريد، ويعيط لما ريال مدريد يتغلب، وهو اصلا ما طلعش بره مصر. المهم لما كانت بتيجي المدرج يقول لك ايه السريخ ده اللي في المدرجات، الشباب الصغيرين بيقول لك ايه احنا بنشجع ريال مدريد، هي يعني بدليل الجزيري لما نزل في بعض الجماهير زملكاويه في الملعب، الجزيري لما لمس كوره قال له هي، هنا بيقول لك ايه انا زملكاوي، يعني حاجات تافهه كده يعني. لكن احنا طبعا انا كنت قاعد بشجع تونس، طبيعي كلنا بنشجع تونس. عجبني جدا قفل الدفاع، قفل الملعب بقياده الجليسي وزمايله، يعني الجلاسي وزمايله بصراحة كانوا محترمين جدا. وسط الملعب العيدوني عمل مباراة هايلة طبعا، والثلاثي اللي معاه بن رمضان كان رائع، ونادر غندري كان رائع جدا يعني، بس كان ناقص الحتة الهجومية. ثلاثي بقى الهجوم يكونوا أقوى شوية، يكونوا مهارة عالية، يكونوا عندهم لياقة بدنية عالية بوجودهم في أندية كبيرة في أوروبا، ده اللي ناقص تونس. ما عندكش لعيبة مهاجمين بيلعبوا في أندية كبيرة في أوروبا عشان يبقوا واقفين على رجليهم وصحتهم كويسة، كانت باينة قوي في الشوط الأولاني طبعا. وفي فرصة ما تضيعش من علي العبدي، ما تضيعش، تشريد عملها عرضية حلوة قوي، علي العبدي وقفها والمدافع وقع وأنت جوه السكس ياردة مش عارف تجيبها، ضيع علي العبدي فرصة ما تضيعش في الشوط الأولاني، وبعديها على طول جه هدف. أنا من رأيي تونس ظلمت في الهدف ده، فاول لعبه بالرمضان متعة متعة، لعبها بالرمضان وقابلها الجلاصي بصراحة هدف. أنا يعني مش عارف الفار حسبها تسلل، أنا شايفها هدف بصراحة. تونس قدرت تدخل في المباراة، قعدوا من بداية المباراة كده بيلعبوا ورا بس قدرت تاخد ثقة. ده شغل مدرب محترم، إن قفل الدفاع وقفل الوسط، مهما بقى ثلاثي الوسط العالميين دول بتوع كرواتيا معاهم الكورة، المساحات مقفولة مش عارفين يلعبوا، فتقطع تونس الكرة وتروح، فابتدت اللعيبة تاخد ثقة في نفسها. والدقيقة 31 زي ما قلت لكم تونس جابت جون وما اتحسبش. الشوط الثاني حبة حبة كده تونس ابتدوا يتعبوا، وده يعني ضعف اللياقة البدنية، وكرواتيا شوية بقى ياخدوا قرارين، وشفنا بشير بقى الحارس العظيم، حارس عجبني جدا، صد كور رائعة بشير بصراحة ما شاء الله عليه. هي برضو زي ما قلت لك في عيب تونس، ان انت بعد ما تقطع الكوره بقى تطلع ازاي، عايزه شغل تاني خالص يعني. برمضان هايل، العيدوني هايل، والمدافعين هايلين والاطراف هايلين، لكن الثلاثي الهجوم شويه اللي كان بيحاول شويه، الياس عاشوري كان بيحاول شويه، وتيجي بقى فرصه بصراحه ما تضيعش ما تضيعش. الياس عاشوري عملها حلو قوي في الدقيقه 77 على راس صف الله لطيف، يا راجل المعلق غلطان، المعلق يقول لك لعبها حلو، المعلق طبعا للاسف غلط، الراجل نطحها بدماغه وانت طالع وسهله، حطها كده حطها كده جول سهله، فرصه سهله، كان المفروض دي هدف لتونس. عجبني جدا قياده العيدوني اللي وسط الملعب ومعاه بن رمضان، وعجبني جدا دفاع قلب دفاع تونس، لا
مستوى تونس مختلف عن اللي قبل كده، رائعين. ايمن دحمان حارس صد كورتين هايلين في ضربات الجزاء، ما كانش لهم حظ، الجزيري لو كان شاطها قويه كانت راحت في الجول، كانت تونس هي اللي تكسب.